بعيدا عن كرة القدم، انطلقت البطولة الوطنية للملاكمة أشبال برعاية الرابطة الولائية بتيارت بمشاركة 274 ملاكما ممثلين ل 32 ولاية عبر القطر الوطني، حيث ستمتد هذه البطولة إلى غاية 22 من الأسبوع الحالي، والتي سيتم من خلالها انتقاء واكتشاف المواهب الشابة القادرة على تمثيل رياضة الملاكمة في المحافل الوطنية والدولية. ديار بن داود. كان فيه عدد كبير من المشاركين، وهذا الرقم قياسي اذا بالنسبه للبطولات التي جرت. البطوله هذه الوطنيه للاشبال، المستوى كان مستوى عالي وكان مستوى متواضع. كان لي السنه الثانيه تاعهم في الاشبال لا باس، مستوى لا باس، وكان السنه الاولى راهم جايين في الطريق ان شاء الله. رابطه تيارت اللي قامت بعمر عمل جبار في احتضان هذه التظاهره الوطنيه للاشبال بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضه. يعني احنا رانا هنا لمده اسبوع لانتقاء احسن الملاكمين. شاركنا في هذه البطوله الوطنيه، الحمد لله درك ربحتنا، وبربي ان شاء الله نجيبوه شامبيون دالجيري وندخلوا ايكيب ناسيونال ان شاء الله.